صدق معاه ديال من 2009 كان عرف يعني رحب الصدر ديالو الى غير ذلك الامور. انا السيد الرئيس ما غندير سياسه، ما غنتكلم في هذا، غادي يعني نتكلم بما يرضي الله لهذا الامر هذا. الله يجازيكم بخير، وخاطب الجميع، كل الاطياف، كل الاعضاء، تحيه اولا للجميع، الرئيس والاعضاء والاطر والموظفين الصحافه الى غير ذلك كما قالوا الاخوان سابقا. هذه المسؤوليه راه امانه امام الله سبحانه وتعالى على الاعلاق ديالنا. هذه الغرفه اللي تبنات سنين واعوام الى غير ذلك الان تهدم. الان اصبحت على كل لسان في الجهه السيد الرئيس هو المستوى الوطني، وهذا يشرف هذا الامر هذا. ماشي عندنا راه كنضرب، راه الجميع نتحمل المسؤوليه الان ما الالت اليه الغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات في جهه طنجه تطوان الحسيمه بعدما كانت الاولى وطنيا. واصبحت لها صداره على المستوى الدولي. رحيب وعار وصلوا عندنا الامور كنضربوا في الدماغ ديالنا وفي الامور ديالنا. رحيب وعار وصلوا هذا الامر هذا. ولذلك السيد الرئيس انا اخاطب فيك يعني رحابة الصدر والشهامة والامور الى غير جمع وليداتك. حاولوا تعاونوا من الجديد من الجديد. عيب وعار نسمع ان واحد كيمشي بس على اوطيل ويضرب البيرة على حساب الغرفة. ان انا صراحة كنهضر بصراحة وانا نهضر بالوضوح.